يطالب سكان قرية بسكري ببلدية أغريب من السلطات بضرورة تجسيد بعض المشاريع التنموية الأساسية في القرية، وكذا توفير النقل المدرسي لأبنائهم الذين يضطرون لمشي مسافة 7 كيلومترات للالتحاق بمقاعد الدراسة. إقوردان إن 5 سنين للحنس 7 كيلومتر باش أظهر إذا رخصات وليش ندار غير نوري ونسن وليش ندار خدمن فهمت وليش ذا شوي لان ذايني جان الغاشي تمور ثنغ خلان سياقي غثا ورنسا ينصل دسوان كاقي وليش وليش والو. كما تفتقر قرية بسكري إلى المرافق والهياكل الرياضية والترفيهية للشباب، وكذا قاعة للعلاج وحتى قنوات الصرف الصحي. يقول ذا نقارن ذا قيم إلا كل وغانك سناخ الحون 3 كيلومتر يقول ذا نقير نسي الله سيني سمور نسي ستاد وزرع يوم من كنيا يزوليك ننطر ملاح ولش أوكي موين ذا قيم أنا إيش ذا تنادينا مكانو غالي وكار الجزائر أنسى شي الجزائر لصال دي سوان اولاش كدنا انا كي الستاد ندير لعب تروح ندور اش كون فدو باش ساعدين الفاكونس داكي وساعنا ندير روح نندا. هذا وتبقى قرية بسكري تعاني التهميش والنسيان في انتظار تدخل السلطات لدفع عجلة التنمية فيها وفك العزلة على سكانها.